عندما نقرأها عسكريا كمتخصصين دون انحياز لأي جانب وبشكل علمي وموضوعي، نرى الآتي: الهجوم من الأجناب يسمى الأوت فلانكينج أتاك، مع تثبيت المواجهة هو موجود، وده حتى إنما الغريب يكون أسلوب غربي أكثر، ولكن فيه الالتفاف والتسويق من الأجناب، ولكن ليه فترة محددة، لأن الهدف هو القضاء على الأهداف الرئيسية وتحقيق الهدف السياسي والعسكري من العملية. وفي حالة التحقيق يتحول المهاجم إلى مدافع على خطوط تعزيز يبني عليها دفاعاته، ويكون هذا هو الخط المستولى عليه، وبكده بيكون حقق المهمة لأنه لن يكمل الهجوم مرة أخرى. لكن ما نراه الآن أنه بدأ حتى يضرب أهداف جديدة في الغرب تاني، يعني هو بدأ بلفيف في أقصى الغرب مع أول يوم، وقلنا يمكن للتضليل، لكن اليوم بيضربها تاني، بيتقدم كل يوم على الأربع محاور اللي وصلوا لست محاور تقدم، ثم ثمان محاور تقدم اللي يعتبروا الجانب الآخر أو نعتبره حتى كعسكريين تشتيت للجهود. وتقول روسيا: نحن نشتت الجهود الأوكرانية، في الوقت الذي الجهود الأوكرانية أصلاً فيه مشتتة لا تحتاج لتشتيت لأنها في ظروف صعبة. فإذاً الوضع الحقيقي، لا، القوات الروسية تعطل لأنها تحاول الهجوم كل يوم تقريباً، ويتم صد هذا الهجوم، بل يتم أحياناً تنفيذ هجمات مضادة من الجانب الآخر.